قالوا بيشبه خيي، صرنا شايفين ثلاث اشخاص بيشبهوا خيي، ثلاثه بيشبهوا خيي. تعالي غالي، وجعنا كبير يا جماعه بكل الناس اللي راحت. هني عم بفتشوا بالمي، بعتولنا من المرفأ، بعتولنا قالوا لنا عايش، بس خلونا نطمن ونشوفه بأي مستشفى. لأنه كل الإعلام بيشبهوا. ما شفتوا قديش بيشبهوا؟ شفتوا هالشاب هيداك؟ بيشبهوا لكي أنا طلع عشان بيجي. بدي خيي بس، ما بدي شيء، بدي خيي بس، بدي خيي والعالم كلها تعرف هيدا، هذه الدولة الفاسدة، الشريون. انا شفته ما بقى، اللي قاعد مش على الشريون، اللي قاعد على الكرسي. قالوا حط السماعات. انا من مستشفى، بكل مستشفيات لبنان، اول يوم وثاني يوم ساعه يقولوا لنا بمستشفى الفلاني نركض، ساعه يقولوا لنا هون نركض، ما خلينا مستشفى. فتت على الجتت انا افتحها واحد واحد، ما يبين حدا. عماد اكيد بعده جوا، بس املنا يكون طيب. بدنا خبر عنه صغير بس نعرف، لنعرف نريح نفسنا، نطلع بيوتنا، نقعد ببيوتنا، نفتح بيوتنا، نستقبل محبين العماد. خبر طيب او ميت اي شيء، بدنا خبر عنه.